حاليا بالنسبة للمحاكمة اليوم كانت الاستماع للطرف المدني، خدينا الكلمة كطرف مدني لمدة حوالي 3 أو 4 ساعات، قمنا بتفسير مجموعة من الوقائع المتعلقة بالدعوة العمومية، كذلك كل ما يتعلق بالدعوة المدنية التابعة. الطرف المدني اللي هو ورث الضحية الدنمارتي أكدوا الثقة ديالهم الكاملة في القضاء المغربي، الثقة ديالهم الكاملة بأن يكون الحكم هذا يكون حكم مناسب للمتهمين، ويكون حكم في ما يتعلق بالتعويض يكون حكم مناسب كذلك للضرر اللي تعرضوا له الضحية. احنا عندنا ثقة في القضاء المغربي، القضاء المغربي أبان من البداية ديالته من المراحل الأولى، لا مراحل البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية ولا كذلك لدى السيد قاضي التحقيق ولا النيابة العامة، أبان عن مهنية كبيرة، وكذلك لأن القضاء المغربي يوفر لنا جميع الضمانات المتعلق بالمحاكمة العادلة. عندنا ثقة في القضاء المغربي وسنمتثل القضاء المغربي، والقضاء المغربي هناك درجات، غادي نمشيو في الدرجة الأولى ولا اقتضى الأمر نمشيو في الدرجة الاستئنافية وممكن نمشيو للدرجة النقد. أهم حاجة هو الثقة الكبيرة والكاملة في القضاء المغربي. الوثائق التي تقدمنا بها كلها هي عبارة عن اجتهادات قضائية تتعلق بمسؤولية الدولة في هذا، إذا اجتهادات ذات تنبني على القضاء المغربي وكذلك على القضاء المقارن. إذا القضاء العراقي له باع كبير وتجربة كبيرة فيما يتعلق بملفات الإرهاب، القضاء العراقي، القضاء السوري، والقضاء الفرنسي، وبعد كذلك القضاء المقارن اللي اعتمدناه، كذلك اعتمدنا على مجموعة من الدراسات فقهية وقضائية. الإطار اللي كاين هو أن القضاء المغربي حاليا سيقوم باجتهادات كذلك في هذا الموضوع، وهذا الحق وهذا الملف امام احنا درجات استثنائيه، وتم ادخال الدوله المغربيه حد ذاته اجتهاد كبير وبير تنسجلوا بايجابيه للقضاء المغربي، ولكن في غياب نص قانوني واضح فيما يتعلق بالتعويضات الخاصه المستحقه لذوي الحقوق والضحايا، في غياب هذا النص المشرع لابد ان يقوم بالاجتهاد فيما يتعلق بالبحث عن النص على القانون خاص بتعويضات ذوي الحقوق، اما عن طريق صندوق، هذا الصندوق يكون يتم التمويل ديالو من خلال الغرامات او صندوق خاص بالطوارئ او غيرها من الصناديق السياديه وصناديق منظمه اللي يمكن تحل محل الدوله في تعويض ذوي الحقوق. ذوي الحقوق هما الطرف الضعيف في هذه المعادله في هذا الملف، لانه تم اغتصاب تم القتل ديال البنت ديالهم، ودن ذوي الحقوق بصفه عامه لابد من الدوله المغربيه ان تقوم بمبادره لتعويضات ذوي الحقوق، خصوصا ان باقي المتهمين وضعيتهم الماديه لا تسمح بذوي الحقوق، ولا يمكن ان نقول ان الدوله غير مسؤوله، فالدوله في اطار التكافل في اطار التضامن، والدوله مسؤوله لضمان تعويضات المستحقه لذوي الحقوق.